وانا في الحقيقه دكتور شردي عاوز ابدا مع الدكتور عبد المنعم بسؤال يبدو نظريا شويه، وحضرتك طبعا استاذنا في مجال يعني الدراسات السياسيه. احنا ازاي توقعات عمل مهم جدا من المركز المصري للفكر والدراسات الاجراءيه على اساس توقعات، احنا بنعمل ازاي هذه التوقعات؟ هل التوقعات دي يعني لو الساده المشاهدين بيشوفونا هي يعني قرايه في كف 2022، ولا هي يعني قايمه على اسس علميه والمحصله اللي عملناها في 2021 تقدر نقدم استشراف كويس ل2022 في هذا الموضوع، ولا هي العملية تخمينات زي ما بنتهم في بعض الأحيان؟ لا لا، هي أبعد ما تكون عن التخمينات. أولا أنا عايز أقول أن هذا يعني اللي يشوف إن شاء الله مخرج التوقعات هيلاقي عمل رائع من الناحيتين، يعني التاريخية والناحية العلمية. لم يتم ذلك مصادفة، وإنما هو نتاج سنوي أولا بيطلعه للمركز، بيعتمد فيه تقريبا على كل الخبراء الموجودين. هي بتبقى عملية جزء منها بروجيكشن، يعني بمعنى انك انت بتاخد ايه التيارات الرئيسية اللي حصلت خلال ليس فقط السنة اللي فاتت، ولكن عندنا تراكم دلوقتي سنوات، بحيث نستطيع ان نقول والله المنحنى داخل في صعود او داخل في هبوط. كتير من هذا العمل يعني بيسموه ايه كوانتيفايبل او يعني كميات، وبالتالي يمكن القياس فيه، الاستناد في الاساس على جميع المصادر الاساسيه سواء كانت مصريه او خارجيه. وانا بقول هنا وفخور انه ارقام زي ارقام الجهاز المركزي التابع للاحصاء، مركز المعلومات ودعم القرار، اللي هي المصادر اللي بتتكلم مثلا عن الاقتصاد المصري وعن التطورات السكانيه وغيرها في مصر. فالجزء الاول هو له علاقه اساسا بالمعلومات، لكن التحليل ايضا يعني ربما بدا دائما كثير من هذه الامور بتدي بورشه عمل بيحضر فيها خبراء المركز وباحثيه، وبيبتدي عمليه التصنيف اللي القراء سوف يعني يشاهدونها في هذا العمل المهم. المجموعه دي اشتغل مع بعض في اكثر من جانب عمل. طبعا الدكتور خالد ممكن يدي فكره اكبر واكثر تفصيليه، انما وايضا الدكتور جمال من ناحيه ان هو ماسك موضوع السياسات العامه، فبيبقى عندنا يعني نقطة مقتربة للغاية من الحقيقة. اللي بيبقى باستمرار بيخلي الحقيقة دي انها ممكن تبقى مهددة شوية، انه يبقى في التاريخ في جزء انون، في جزء غير مجهول لا نعرفه، انه احيانا يعني حتى دي موجودة داخل العلوم السياسية والاقتصادية، اللي هي القاعدة بتاعت النتائج التي لم ينتويها أحد. لأنه بيبقى في حاجات مثلا بيبقى لها اللي بيسموه معامل انتشار. لو افترضنا أنه في أسيوط تم إنتاج، يعني حصل فعلا خلال الأسبوع اللي فات ده، مصنع كبير جدا خاص بالغاز والبترول وتكريرهم وكده، إيه اللي هيعملوا ده في البيئة الاجتماعية المحيطة بهذا المصنع، العاملين فيه، المهندسين فيه، مستوى التكنولوجيا اللي موجود فيه؟ ده يعني كل ما بنقرب منه بنبتدي نلاقي بعض العناصر اللي نقول انه عندنا رينج من الاحتمالات او السيناريوهات، العناصر الديسربتيف او المغيرة بعد كده احيانا اللي ممكن انها يعني يتم التعامل معها بهذا العمل. بس الكلام بيكون بمنتهى الصدق حوالين ايه الاختيارات الموجوده، ايه السيناريوهات الممكنه. يعني زي ما فهمت من حضرتك وفي التوقعات انه المستقبل اللي هنتكلم عليه في 2022 او المستقبل اللي جاي هو اصوله او معتمد على اللي تم في 2021 وما قبلها. يجد هذا